السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مقالات كتير بتعمل إعادة صياغة للمقالات وللجمل، بس أغلبها بالإنجليزي قليل أوي اللي بالعربي. ففي موقع اهوت هتلاقي رابط أسفل الفيديو، هو اسمه المقالة، بتعمل حساب ليك تمام وبترفع الملف بتاعك وهو بيبدأ يعمل إعادة صياغة للمقالة بتاعتك. طبعا هو في حسابين، حساب اللي هو المجاني وده بتبقى بقدرات معقولة، وفي حاجة تانية بتبقى مميزة بتبقى مدفوعة، بتدفع مبلغ بسيط بيعمل لك إعادة صياغة للمقالة بتاعتك، بحيث ممكن تكون في بعض الاقتباسات من مقالات لناس. المفروض ان انت لما تقتبس من حد بتكتب الاقتباس، ما بنقولش ان انت ما بتذكرش المصدر، وبس بتعمل إعادة صياغة للجمل. فهو بيبدأ يشوف المرادفات للجمل ديت بحيث انها تبقى ما يتقالش ان في نسبة اقتباس كبيرة.